فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من بيزنس ماج، المجلة الاقتصادية اللي بنقدم لكم إياها كل أحد مع باقة من الأرقام والأخبار الاقتصادية. ببزنس ماج لهيدي الحلقة رح نتابع عدة مواضيع اقتصادية من لبنان لمصر، مرورا بتركيا وإيران، وصولا للعراق ثم سيدني والعناوين. المصارف اللبنانية بين الصمود والتصدي. الجنيه المصري يواصل هبوطه مقابل الدولار، وسلع ترتفع 70%. ما حقيقة لغز الشك بقيمة 70 مليون دولار في حقيبة مسؤول إيراني في ألمانيا؟ تركيا ومشاريع خصخصة بقيمة 20 مليار دولار هذا العام. وأيضا نحو 80 مليون حساب على فيسبوك وهمي أو مزور. بداية نشرتنا منستهلها مع أخبار القطاع المصرفي، فبحسب وحدة الأبحاث الاقتصادية ببنك الاعتماد اللبناني، تمكن القطاع المصرفي من إثبات صلابته بوجه التغيرات السياسية والاضطرابات الفريدة من نوعها اللي بتجتاح البلد وبترخي بظلالها على الدول العربية المجاورة من أكثر من سنتين، حيث انعكس الأداء المرضي للنموذج المصرفي المعتمد بلبنان من خلال النتائج الإيجابية اللي حققها خلال عام 2012، خاصة من خلال الزيادة السنوية بنسبة 2.41% بصافي الأرباح المجمعة على 5 مصارف لبنانية مدرجة أسهمها ببورصة بيروت. المصارف الخمسة هي بنك عودة، بلوم بنك، بنك بيبلوس، وبنك بيروت، وبنك بيمو. وبلغت أرباح الصافية حوالي مليار دولار مع نهاية العام 2012 مقابل 986 مليون خلال العام 2011. حصة الأسد نالها بنك عودة بنسبة 38% فيما خص الأرباح الصافية المجمعة على المصارف المدرجة أسهمها من وراء بنك لبنان والمهجر وبنك بيبلوس وبنك بيروت وبنك بيمو. أما على صعيد الميزانية المجمعة، فارتفع مجموع أصول المصارف المدرجة أسهمها بنسبة 8% خلال عام 2012 ل 86.4 مليار دولار مقابل 79.76 مليار دولار خلال عام 2011. وبالنسبة لرسملة المصارف، ارتفعت الأموال الخاصة المجمعة على المصارف الخمسة المدرجة بنسبة 8.62% خلال عام 2012 ل 7.7 مليار دولار. توجيه الشركات هو مبدأ جديد ومتقدم عالميا لمساعدة الشركات الصغيرة، المتوسطة والكبيرة لحتى تتطور. فكيف بيتم الكوتشينج؟ كيف شركات التوجيه أو التدريب اللي يطلق عليها اسم كوتشينج كومباني بتوجه الشركات، وكيف بيستفيد منه الأداء الاقتصادي؟ هالشي شرحه لنا مدراء بشركة أكشن كوتش لما كانوا ببيروت لعقد مؤتمر عن توجيه الشركات. نسمعه سوا. أكشن كوتش هي موجودة، بلشت 1993، وهي الشركة الأولى بالكوتشينج، نسميها نحن World Number One Firm Coaching Firm in the World، وموجودة بليدر هي بأمريكا، أوروبا، أستراليا، فرنسا كتير قوية، حتى وجودهم كتير قوي بإنجلترا. وهلأ صارت الأكشن كوتش موجودة بالشرق الأوسط ابتداء من لبنان. ليك لبنان ما كتير بيختلف عن كل البلاد بالنهاية، بالرغم أنه نحن في عنا أمور بتختلف إلى علاقة بالكولتشر إلى آخره، بس الفكرة اليوم مفهوم جديد. نحن بالأكشن كوتش بس نهتم بشيء اسمه كوتشنج للبزنس، لإدارة الأعمال، لا أكثر ولا أقل. والهدف الأساسي تبعنا كتير واضح، مروح عليه مثل بيقولوا ديركت، هو كيف نقدر نساعد الشركات لتعمل ارباح اكثر. A lot of experienced business owners, a lot of successful business owners I've met all have had the same story. Yes, they've made a lot of mistakes, it's cost them a lot of money, and somehow they've survived that. Many business people don't survive that, but some have. So what's the benefits of business coaching? Part of what we do as business coaches is educate business owners. That's part of what we do. And like any profession, there needs to be an education. So most business owners really don't have a true understanding of, for example, their business finance. How much profit do they make each week, each month? Most business owners don't have a true understanding of their marketing numbers. How many new leads do they generate each week? How many of those leads do they generate into customers? How much do those customers spend? Now, these numbers, it doesn't matter whether it's a service or it's a product, it's the same numbers. The business owner must know their numbers. Business is, to me, is a mathematical equation, and if you don't know the numbers, you can't improve the numbers,
You don't know how to score the game. And that's ridiculous. الطريقة اللي بتصير إنه نحنا نشتغل مع الشخص اللي هو بيكون عادة إذا كان صاحب العمل أو شخص من عنده بيكون هو بأكيد برتبة عالية بنقعد معه نشتغل على بلان مخطط معين ونشوف الأمور قبل يلي عندهم إياها بالشركة اللي بدها هي تحسين من هيك بنعمل شيء اسمه دياجنوستيك بنعمل شيء اسمه ألاينمنت بنشتغل على بلان معين ونخليه نحنا لهالشخص يطبق ضمن الكيب عنده او ضمن الشركه اللي عنده كل هالمفهوم كل النقاط اتفقنا انه لازم تطبق هذا الموضوع بنتابعه كل جمعه او كل مرتين بالجمعه او مره بالجمعه حسب النيت تبعولها ونتاكد انه كل شيء اتفقنا عليه عم يطبق وبتبلش نشوف نتيجه نحن عندنا سيستم بنشتغل كثير على اسمه ريفيرل يعني اليوم بنشتغل مع شخص معين مع شركه معينه هذا الشركه هو بحد ذاته رح يعرفنا على ناس من اصحابه او من الجروب تبعوله بالشغل الى اخره طيب يعرفنا على الشركات so one of the benefits of coaching is providing that education then is providing the discipline to implement the things that we know that needs to be done as human beings for example we all know what we need to do in our own lives to make it better health better finances better relationships we know what we have to do but we don't do it Why? Because we get distracted. We get distracted with other things. And that's no different than for a business person. Yeah, a lot of times they know what they should be doing, but just the day-to-day activities, they get distracted. So part of what coaching does is bring back that discipline to be able to focus the business owner on the important things, on these things that we need to get done to have a successful business. بخبر بخص الصناعة اللبنانية أعلنت مصلحة المعلومات الصناعية بلبنان بآخر تقرير لها أنه عدد التراخيص الصناعية وهو أحد مؤشرات الحركة الاقتصادية وصل ل 169 خلال النصف الثاني من العام 2012 ليبقى مستقر مقارنة مع المستوى اللي حققه خلال النصف الثاني من العام 2011 وبالتفاصيل أشار التقرير أنه عدد التراخيص الصناعية بلغ 35 رخصة خلال شهر آب 2012 وهو المستوى الأعلى له خلال النصف الثاني من العام الماضي في حين سجل المستوى الأدنى له بشهر أيلول مع 19 ترخيص هذا الشيء بظل الركود الاقتصادي بالسوق اللبنانية والاضطرابات يلي طالت عدد من الدول العربية حيث اتجهت عدد من الشركات الصناعية اللبنانية للبحث والتواجد بأسواق جديدة من أفريقيا للعراق وصولا لآسيا الأمر يلي مكن الصناعات اللبنانية من الاستمرار بالرغم من الظروف الصعبة بلبنان وبالنسبة لجهة التوزيع الجغرافي للتراخيص الصناعية أظهر التقرير أن محافظة جبل لبنان استحوذت على حصة الأسد مع 62% من مجموعة التراخيص الصناعية الممنوحة خلال النص الثاني من العام الماضي تتبعها منطقة البقاع بحين حصلت بيروت على الحصة الأدنى للتراخيص الممنوحة بالإضافة لهالشي حلت الصناعات الغذائية بالصدارة لجهة عدد التراخيص الصناعية الممنوحة خلال النصف الثاني من العام 2012 ويلي بلغت 49 أي ما يوازي حوالي 29% من إجمالي عدد التراخيص الصناعية تبعتها صناعة مواد البناء والصناعات الكيميائية اختصاص جديد أطلقته كلية إدارة الأعمال والاقتصاد بجامعة الحكمة ببيروت هو MBA International Business Law عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة دكتور روك أنتوان مهنا شرح لنا عن هالاختصاص كلية إدارة الأعمال بجامعة الحكمة بتبشر الجميع أنه حصلت على موافقة رسمية ببرنامج الـ MBA الماستر دراسات عليا بالـ International Business Law اللي هو قانون الأعمال الدولي بالفرنسي أو بالإنجليزي نحن عندنا قسمين بكلية إدارة الأعمال بجامعة الحكمة واللي بيتميز الاختصاص الأول بالشرق الأوسط نعم الأول بالشرق الأوسط هو الـ MBA International Business Law أو قانون الأعمال الدولي بيتوجه للمحامين اللي عم بيمارسوا المهنة أو لأصحاب الإجازة بالمحاماة أو العلوم السياسية أو ما يقاربها وفيهم يكونوا من إدارة الأعمال أو باقي الاختصاصات الـ MBA International Business Law اللي قدرنا أن سنتين عم نشتغل فيه وأخذنا هالموافقة الرسمية وأكثر من هيك هالشراكة اللي عاملينها مع برا سباقين فيها بكل معنى الكلمه وبلش اوريدي الطلبات تجي علينا نحن لاخر 15 شباط ممكن يتصلوا بجامعه الحكمه اذا في مجال نقول ويب سايت اذا بيحبوا لمعلومات زايده هي www.uls.edu.lb يعني uls.edu.lb ونتبع النظامين الفرنسي والانجليزي عن بيعنا انه قسمين عندنا لكن نتبع النظام الامريكي الارصدي
مرة تانية برحب فيكم مشاهدينا مشاهدي تلفزيون المستقبل وين ما كنتوا عم تتابعونا ومنتابع برنامجنا بزنس ماج ومنوصل لمصر حيث تراجع اقتصادي ملحوظ عم تشهده البلاد بسبب الاضطرابات السياسية الناتجة عن الثورة ووصلت الحال فيهم لهبوط الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بيناير كانون الثاني وسبب ذلك بحسب رئيس الوزراء المصري هشام قنديل بيعود لسداد ديون نادي باريس وعدم الاستقرار وانخفاض موارد السياحة. البنك المركزي المصري كشف أن الاحتياطات راجعت ل 13.6 مليار دولار بنهاية كانون الثاني من 15 مليار دولار بنهاية كانون الأول بانخفاض 9.4%. وبتصريحات للصحفيين ربط قنديل بين انخفاض موارد السياحة والاعتداء على منشآت سياحية بإشارة على ما يبدو إلى ما تعرض له فندق سامي رميس بالعاصمة المصرية من أعمال تخريب بأواخر يناير كانون الثاني مما أثار ذعر السياح. وكانت الاحتياطيات من النقد الأجنبي تبلغ 36 مليار دولار قبل الانتفاضة إلا أنها ارتفعت قليلا خلال الشهر لتوصل ل 15.5 مليار دولار مما يعني أنه انخفضت بشدة بأواخر الشهر. وزادت حدة التراجع مع الاضطرابات السياسية اللي بدأت أواخر تشرين الثاني الماضي واللي دفعت المصريين إلى الإقبال على شراء الدولار وعملات أجنبية أخرى، وبقي عدم الاستقرار عم يضغط على الجنيه المصري بالرغم من مساعدات مالية من قطر بلغت 5 مليار دولار بأواخر العام الماضي. وعم تتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي ولكن المحادثات تعثرت بسبب إرجاء الحكومة تنفيذ إصلاحات اقتصادية طلب الصندوق كشرط لمنحها 4.8 مليار دولار قرض. وحذر وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي من أن الوضع الاقتصادي عم بيواجه تحديات صعبة مع تفاقم المشاكل الاقتصادية وتراجع الاحتياطي النقدي، وقال أنه إذا لم يتم البدء باتخاذ إجراءات من شأن عودة عجلة الإنتاج لح بيكون الوضع أكثر خطورة. بالسياق نفسه وبظل الأزمة الحادة اللي عم تمرق فيها مصر، ربط مستوردون مصريون بين ارتفاع أسعار السلع وبين ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وقالوا أنه تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار زاد من أسعار السلع بنسب بتتراوح بين 30 إلى 80% خلال الفترة الأخيرة، خصوصا أنه بيتم توفير نحو 70% من احتياجات السوق المحلي بالاعتماد على الاستيراد. وأوضح المستوردون بتصريحات خاصة للعربية نت أنه المواطن هو اللي عم يتحمل هالارتفاعات بأسعار السلع حيث عم يتم تحميله فروق أسعار الصرف. وأكد البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الماضي أنه متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بلغ 6.705 جنيه للشراء و 6.745 جنيه للبيع، فيما ذكرت تقارير أخرى أنه الجنيه واصل التراجع ليسجل الدولار حوالي 6.75 جنيه بتعاملات البنوك، وهالشي للمرة الأولى من حوالي 10 سنين. أما الأرقام غير الرسمية فبتشير وفقا للعاملين بشركات الصيرفة لأن الدولار كسر حاجز 7.5 جنيه بالسوق السوداء خلال الأيام الماضية. بخبر بخص مسؤول سابق بالحكومة الإيرانية، ضبطت الجمارك الألمانية شيك مصرفي بقيمة 54 مليون يورو ما يعادل 72 مليون دولار بحوزة وزير المالية الإيراني السابق لدى وصوله لألمانيا. وقالت صحيفة ألمانية أن الوزير يلي شغل كمان منصب حاكم المصرف المركزي الإيراني لغاية العام 2008 وصل ب 21 كانون الثاني لمطار دوسلدورف آتيا من تركيا، وضبطت جمارك المطار بأحد جيوب حقيبته شيك مسحوب من المصرف المركزي الفنزويلي بقيمة 54 مليون يورو. وأضافت الصحيفة أن الجمارك الألمانية عم بتحقق حاليا إذا كانت هناك عملية تبييض أموال وراء هالشيك. وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن الوزير السابق أكد أن الشيك هو تقدمة مالية من الحكومة الفنزويلية لبناء 10,000 وحدة سكنية بإيران. من جهة المعارضة الفنزويلية عم بتطالب الحكومة الفنزويلية بتفسير إصدار الشيك لصالح المسؤول الإيراني السابق وبالعملة الفنزويلية. مثل كل أسبوع منقوم بجولة سريعة على أهم الأخبار الاقتصادية بمنطقة المشرق بالتعاون مع ماد سيكوريتيز وبنك ماد. ومبدأ بخبر من تركيا يلي عم نتابع أخبارها الاقتصادية كل أسبوع نظرا لدورة وحجم الاقتصادي بمنطقة المشرق. بعد الاقتصاد التركي عم بيحقق نمو جيد مع استمرار تراجع الدين العام وأرقام البطالة والتضخم،
يلي وصل لأدنى مستوى من 44 سنة. الملفت أنه الأداء الاقتصادي التركي الجيد عم يجي بظروف فيها أزمات بدول المحيط من سوريا لإيران والعراق، وأيضاً بظل الأزمة الاقتصادية بأوروبا الشريك الاقتصادي الأول لتركيا. وزير المالية التركي أعلن أنه تركيا عم تتحضر لإدراج مشاريع خصخصة بقيمة 20 مليار دولار خلال عام 2013 كجزء من سياسة خفض العجز. وكان العجز انخفض خلال العام الماضي بقيمة 26 إلى 27 مليار دولار، وهناك لائحة طويلة من المؤسسات المطروحة للخصخصة خلال عام 2013، من ضمنها حصص بشركة الاتصالات التركية تركسيل، ترك تيليكوم عفوا، ومؤسسة اليانصيب الوطني. منتابع بخبر تاني من تركيا مع تصنيف جديد للمصارف التركية. منعرف كتير عن الأداء الجيد للقطاعات التركية من الاقتصاد التركي بمجال الذهب، البناء، النفط، الطاقة والصناعة، ولكن شو وضع القطاع المصرفي التركي بالمقارنة مع دول البريكس مثل يلي بتشمل البرازيل، روسيا، الهند والصين؟ بحسب لائحة تصنيف أصدرتها مؤخرا براند فاينانس يلي بتضم أهم 500 مصرف بالعالم، هناك تقدم للمصارف التركية خلال عام 2012 مع دخول 10 مصارف تركية ضمن أهم 500 مصرف عالمي، مع وصول المصرف التركي أك بانك إلى المرتبة رقم 86. ولكن بالرغم من التحسن بالتصنيف بتبقى المصارف التركية أدنى من المصارف بدول البريكس من حيث القيمة والأصول. فمثلا القيمة المجمعة لأفضل 10 مصارف تركية ضمن اللائحة بتبلغ 10 مليار دولار أمريكي، بوقت بتدخل الصين لائحة التصنيف مع 23 مصرف بقيمة 96 مليار، والبرازيل 8 مصارف بقيمة 38 مليار، وروسيا 8 مصارف بقيمة 20 مليار. إذا كانت هيدي فكرة سريعة عن تصنيف القطاع المصرفي التركي، هلأ منبقى بأخبار المصارف بمنطقة المشرق ومنروح من تركيا للعراق، ولكن فيا بيروت مع انطلاق البنك اللبناني الفرنسي بالعراق، حيث افتتح المصرف اللبناني فرع ببغداد بيقدم خدمات مصرفية كاملة للمؤسسات والشركات الصغيرة بالإضافة للخدمات المصرفية الشخصية للزبائن. توسع المصارف اللبنانية بالعراق مثل البنك اللبناني الفرنسي بيعكس أيضا تزايد وجود الشركات اللبنانية والتعاملات التجارية بين لبنان والعراق. بالعودة إلى افتتاح البنك اللبناني الفرنسي لفرع ببغداد، صرح موريس اسكندر رئيس القسم الدولي بالمصرف أن المجموعة بتنوي زيادة الأرباح من عملياتها بالخارج خلال السنوات القليلة المقبلة. ومنشير إلى أن البنك اللبناني الفرنسي كان قد توسع بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية عبر تواجده بفرنسا وقبرص، حيث استحوذ على مصرف SBA بالإضافة لسويسرا وسوريا، وافتتاح مكاتب تمثيل بنيجيريا وأبوظبي. نرحب فيكم جديد ببزنس ماج. منكمل بخبر بخص الرياضة الأكثر شعبية بالولايات المتحدة، وعم بدء موسم البطولة السنوية لنهائيات كرة القدم الأمريكية السوبر بول. بيترقب الأمريكيون نتائج أفضل فريق باللعبة، إضافة لنتائج إعلانات الشركات اللي عم تتنافس لتقديم الإعلان التلفزيوني الأفضل ضمن البطولة، واللي بكلفها أكثر من 130 ألف دولار للسنة الواحدة. وما عادت البطولة السنوية لنهائيات كرة القدم المحلية بأمريكا منافسة كروية لفوز الفريق الأفضل بس، بل هي منصة أو مهرجان للإعلان التلفزيوني الأفضل، حيث بتخصص الشركات الميزانية الأكبر لإنفاقها على الإعلانات والاستعداد للحدث الأكثر مشاهدة بأمريكا، حيث يطالع على الشاشة أكثر من 100 مليون مشاهد. وبيقول مستشار التسويق أنه الحدث بينعد منصة لتنافس الشركات وعرض الإعلانات، وبالتالي زيادة إدراك المشاهد لمنتجاتها. وضخت البطولة 10 مليار دولار على الاقتصاد الأمريكي العام الماضي، منها 4 مليار اجت كعائد من الإعلانات التلفزيونية، لوصل سعر 30 ثانية منها ل 3.8 مليون دولار بالمقارنة ب 3 مليون دولار الموسم الماضي. شركات السيارات حتى تستفيد، بيقول رئيس قسم التسويق بفولكسفاجن أنه هالحدث ساهم على زيادة الزخم حول سيارات الشركة، الأمر يلي ساهم على مضاعفة نمو الشركة خلال 3 سنين الماضية. كلفة الإعلان 130 ألف التلفزيوني 130 ألف دولار للثانية الواحدة.
العيش في أستراليا كان شبه حلم، واليوم عم بيصير حلم بعد ما أصبحت سيدني وملبورن ضمن أعلى 5 مدن بالعالم ليسبقوا كتير من المدن الأوروبية أو الأمريكية. وبحسب مؤشر كلفة المعيشة بالعالم الصادر عن إيكونوميست إنتليجنس يونت الاقتصادية، هناك بآسيا وأستراليا 11 مدينة بين أكثر 20 مدينة غالية بالعالم، بينما هناك 8 مدن بأوروبا ومدينة واحدة بأمريكا الجنوبية، ولم تدخل القائمة أي من مدن أمريكا الشمالية. هالقائمة مش نفسها من زمان، لأنه بتختلف عنها قبل 10 سنين، والتي كانت بتضم 6 مدن بآسيا و10 مدن بأوروبية و4 بالولايات المتحدة الأمريكية. وبتحسب القائمة تكاليف المعيشة ب 131 مدينة ب 93 دولة، أو بتعتمد عليها الشركات عند حساب تكاليف نقل الموظفين من مكان إلى آخر بأنحاء العالم. وبمسح عام 2013 استعادت طوكيو لقب أكثر مدن العالم غلاء، وكانت تقلبات العملة دفعت زوريخ العام الماضي إلى المركز الأول، لكن القيود الحكومية على أسعار الصرف عادت المدينة السويسرية إلى المركز السابع القائمة. واجت مدينة أوساكا اليابانية بالمركز الثاني بالقائمة. وبيقول خبراء أنه أحد أكثر التغيرات الملحوظة هو ارتفاع التكاليف بأستراليا، حيث عم تجي سيدني بالمركز الثالث بالقائمة، وملبورن بالمركز الخامس، وحلت أوسلو بالنرويج بينهم بالمركز الرابع. ومع جوجل منكمل أخبارنا العالمية، حيث أظهرت إحصائية قامت فيها مؤسسة نتمارك تشير أنه محرك البحث جوجل بيواصل تربعه على عرش محركات البحث على الإنترنت، سواء كان البحث عبر الحواسب أو الأجهزة النقالة الذكية، حيث بيسيطر على حوالي 83.5% من عمليات البحث خلال كانون الثاني 2013 باستخدام الحواسب، حسب ما نشرت البوابة العربية للأخبار التقنية. واحتل محرك البحث ياهو المركز الثاني بحصة قدرة 7.8% من عمليات البحث، بينما سيطر محرك بحث بينغ الخاص بشركة مايكروسوفت على نسبة 4.85% من عمليات البحث. وما حصل محرك البحث الصيني بايدو إلا على نسبة 1.8% من عمليات البحث العالمية خلال أول شهور من عام 2013، أو أول شهرين على القليلة، رغم أن المحرك بيسيطر بشكل واسع على عمليات البحث المحلية بالصين. كما بتزيد حصة محرك بحث جوجل على مستوى الأجهزة النقالة الذكية سمارت فونز، حيث بيسيطر على نسبة 89.8% من عمليات البحث عبر الهواتف الذكية والكمبيوتر أو الآيباد بالشهر الماضي. ختام أخبارنا مع خبر بخص شبكة التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية بالعالم، حيث أعلنت شركة فيسبوك أنه نحو 76 مليون من حسابات مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي التابع لها، والبالغ عددها 1.06 مليار، هن حسابات مزيفة بصورة خاصة أو بأخرى. ورصدت الشركة 3 أنواع من الحسابات ما بتمثل المستخدمين الحقيقيين، هي حسابات مزدوجة، حسابات مصنفة على نحو خاطئ، وحسابات غير مرغوب فيها. وهالحسابات أضافت أكثر من 7% للعدد الشهري للمستخدمين الفعليين للموقع بأنحاء العالم، حسب ما أفادت صحيفة الاقتصادية. بالمقابل استطاعت الشبكة الاجتماعية السيطرة على نحو 37% من هالحسابات الوهمية أو ما يعرف بسبام، وذلك من شهر حزيران 2012 الماضي وحتى شهر كانون الثاني اللي كمان مرق هيدي السنة، حيث انخفض عددهم من 15 مليون حساب بمنتصف العام 2012 ل 9.5 مليون حساب، أي ما بيمثل 0.9% بس من مجموع المستخدمين اللي تجاوز عددهم حاجز 1 مليار حساب على الفيسبوك. وكشفت فيسبوك عنها لأرقام بتقريرها السنوي اللي قدمته لهيئة الأوراق المالية الأمريكية. وذكرت فيسبوك أنها بتحاول استمرار تحسين قدرتها على التعرف على هالحسابات المزدوجة أو المزيفة، مشيرة إلى أنه هناك نسبة أعلى من هالحسابات بالدول النامية مثل إندونيسيا وتركيا، مقارنة بالدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأستراليا. هيدا كان كل شيء بحلقة بزنس ماج، منشوفكم الحلقة الجاية. ما تنسوا بزنس ماك كل أحد الساعة 11 مساء، وبينعاد التنين الساعة 2، أرقام عن أرقام بتفرق. بزنس ماك كل الأرقام الأساسية. منشوفكم الأسبوع المقبل.